كما عند الطبراني من حديث خباب في إسناد حسن ورجاله رجال مسلم ما عدا الأجلح الكندي وهو صدوق، والعبرة بالرواية في الصدق. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد أكثر الناس على توثيقه، وله طريق آخر من طريق البزر. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: وأتت رواية بالتقديم والتأخير، إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، يعني لما كثرت القصص عندهم أتاهم الهلاك في دينهم.